يوميات. يوميات صحفي. لم يشفع لي نومي المتأخر ليلة الأمس وأنا أنهي الرتوش الأخيرة لموضوع سياسي مهم من الاستيقاظ مبكراً على صوت رنين الهاتف المتكرر وأنا أحاول تجاهله، ولكنني لم أتمكن من ذلك طبعاً. وبين عين مغمضة وأخرى مفتوحة أتاني صوت مديري ليوقظني بصوته الأجش قائلا وبشكل آمر ومباشر: صباح الخيرات، جهز عمرك، في تغطيتين لازم تحضرهم. سجلت الموقع والتاريخ، واحدة العاشرة صباحا والأخرى الثامنة مساء. نظرت إلى ساعتي التي قاربت الثامنة صباحاً، فززت من سريري وأنا أشعر بعدم اكتفائي من النوم، ولمت نفسي للحظة مردداً في داخلي: يا مجنون، في حد يدخل عالم الصحافة ويريد ينام مثل الناس؟ بسرعة جداً استعدت نشاطي وحيويتي، وضاعف هذا الإحساس فنجان القهوة الذي أنعش ذهني تماماً. كنت أقود سيارتي باتجاه موقع الفعالية، فكرت قبل ذلك لا وقت للمرور على المكتب، وقررت أن أجد زاوية قبل بدء الحدث للتحضير والبحث السريع عن بعض المعلومات. جمعت أوراقي ومفكرتي الصغيرة واتجهت مباشرة لإحدى الطاولات، داعيا من المولى عز وجل أن تتأخر الفعالية بعض الوقت حتى أستغله في التحضير. طبعا يحدث كثيرا أن تتأخر بعض الفعاليات، لدرجة أنني سمعت أن بعض الجهات المنظمة تضع ذلك في عين الاعتبار، فتكتب في الدعوة وقتا مسبقا لوقت الافتتاح الأصلي. وأنا في خضم بحثي إذ بأفاجأ بصوت بدا لي مألوفاً جداً، وتفاجأت من زميل سابق للمهنة يبدو لي في أفضل حالاته. سألت عنه وعن أخباره، وأخبرني بانتقاله لوظيفة أخرى في ذات المؤسسة التي تنظم هذا الحدث. أكد لي ترحابه وأنه في أتم الاستعداد لتقديم أي مساعدة. على غير العادة بدأت الفعالية في الوقت المحدد، لكن مضت بذات الطريقة الكلاسيكية في إدارة الفعاليات. لم يكن هناك شيء مبتكر أو حتى ملفت. أتصور أن الابتكار في طريقة تقديم وإدارة الفعاليات أصبح ضرورة ملحة. بدأت بتسجيل أهم النقاط في مفكرتي المزدحمة، وبمجرد انتهاء الحفل توجهت مع زملائي من الصحافة والإعلام إلى راعي الحفل لتسجيل انطباعه. ومن الجيد أنني حصلت على تصريح آخر سأستثمره في موضوعي القادم. عموماً وبعدما توجهت بالشكر لزميلي الذي حاول أن يثنيني عن الذهاب دون تناول الوجبة المحضرة للضيوف، اعتذرت له بلطف وتبادلنا الأرقام على أمل اللقاء. اعتليت سيارتي وأنا أتخيل الصورة التي سأعرض فيها الموضوع، وشكلت تسلسلاً جيداً. أنا لا أحب الاعتيادية والروتين في أي شيء، أشعر أن الاعتيادية إذا لامست أي شيء قتلت، لذلك أحاول أن أعرض المواضيع بطريقة جذابة ومغايرة. ربما هذا واحد من أهم الأسباب التي جعلتني أتجه لعالم الصحافة رغم ما تحمله من تحديات وصعوبات. وصلت إلى مقر عملي وأنا أجمع ملفاتي استعداداً للخروج، لاحظت عدم وجود مفكرتي الصغيرة. انزعجت فوراً، حاولت البحث في المقعد الخلفي لربما وضعتها هناك دون أن أنتبه. أكملت البحث، غير موجودة.
وكلما تذكرت ما دونته فيها من معلومات وأرقام انزعجت أكثر، خصوصا أنني دونت معلومات حدث اليوم حتى أفرغ ما كتبت على جهاز الحاسوب. لمت نفسي كثيرا عندما تذكرت نصيحة أحدهم بضرورة التخلي عن المفكرة الورقية والاستعانة بجهاز لوحي صغير ومتطور، ولكنني أحب الورق جدا جدا. تنفست بعمق، حاولت استرجاع المشاهد. نعم تذكرت، لابد أنني نسيتها على الطاولة، وهنا اتصلت فورا بزميلي وشكرت الله أنني خزنت رقمه فورا على هاتفي. رجوت منه أن يتفقد مفكرتي في الطاولة التي كنت أجلس عليها. أتتني رسالته بعد دقائق معدودة، صورة للمفكرة وعليها تعليق يقول: موجودة، حية، ترزق، كم تدفع؟ تهللت أساريري واعتبرتها من أجمل رسائل اليوم، ومباشرة رجعت لموقع الحدث، وبمجرد أن وصلتني رسالة أخرى، هذه المرة من مديري، وأنا أحدث نفسي قبل فتح محتواها. الله يسهل. رسالته تقول: مبروك، موضوعك حاز على إعجاب رئيس التحرير جدا وبيتصدر الصفحة الأولى. يبدو أن لك ترقية في الطريق قريبا، استعد لرئاسة القسم السياسي والاقتصادي. أسعدني جدا جدا الشق الأول من الرسالة، ونوعا ما أقلقني الشق الثاني منها، فأنا أعتبر نفسي دوما طائر حر وطليق، أحب حركتي الحرة، وأنا أتجه من موقع لآخر، أحب سهري المتأخر في الكتابة، أحب أيضا صحوتي المبكرة، لذلك الخوض في عالم الإدارة قد يقيد حركتي هذه ويحولني لشخص آخر لا أحبه. أنا مبدع لأنني هنا، لأنني أحب ما أقوم به، حد الشغف، حد الحياة. على أي حال، أنا سعيد بأن عملي المتوالي خلال الأسابيع الماضية لم يذهب سدى، وأنني سأضع بصمتي بلا شك، وسعيد طبعا لأن مفكرتي العزيزة لم تتخلى عني. التوقيع: يوميات صحفي. الجريدة الجريدة الجريدة، أعرف أسرار الجريدة 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 الجريدة، أعرف أسرار الجريدة، فيها حد يجرح وريدة، فيها حد يجرح وريدة، وينزف أخبار جديدة.